ميني ستوديو. حلقة جديدة الأميني ستوديو عم بتبلش هلأ، كلكم ناطرين تتعرفوا على كتاب جديد، تنشوف صوركم ورسائلكم اللي انتم بتبعتوها ونربحكم هدايا، تنعرف كمان أخبار القصر، شو عم بيعملوا اليوم شوفوني ورادون، وبرنس فيليب وفرانسوا والبرنسس، كل هالشي رح تعرفوه بحلقة اليوم، رح نبلش أول شي بكتاب، كتابنا لليوم بالعربي اسمه البحر الصغير للياس زغيب، رسوم نادين الخطيب، إديسيون نوفل. رح نطلع على الكتاب الحلو لأنه صوره حلوة كتير والقصة مهضومة كتير، قصة صبي وبنت جاد وريما عم بيلعبوا وعم بيعملوا بواخر صغيرة من الورق ورح يعيشوا مغامرات بهالبواخر يخلوهم يسافروا ويروحوا من مطرح لمطرح بالبحيرة الصغيرة اللي موجودة حد بيتهم. ما رح أخبركم أكيد شو رح يصير بالقصة لأن هيدا لازم أنتوا تقروها وهيك بتتعلموا أشياء جديدة، ودايماً أنا بنصحكم كون دايماً معكم كتاب بشنتتكم إذا زهقتوا بتطلعوا الكتاب وبتبلشوا تقروا. طيب وهلأ شو رأيكم إذا بننتقل لبريد ميني ستوديو؟ صندوق البريد موجود، رسائلكم كلهم جوا، رح نفتح الصندوق وناخد صورة، صورة بنوت صغيرة مهضومة كتير اسمها لين طحش. لين بعثت لنا صورتها تتربح معنا بميني ستوديو، بنقول لها مبروك، رح نشوف سوا هديتك لين، وبنشكرك كثير ونحن بنحبك لأن كتبت لنا إنه بتحبنا كثير. مبروك هديتكم من ميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجيه، ساعة حلوة كثير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. هاي دومي. هاي أورنيلا. كيفك؟ وينه رادون بعد ما إجا لعنا؟ شو شاغله؟ ما بعرف، إلا من الصبح عم دقله ما عم بيرد. تقيله. شو هيدا؟ من وين طلع صوت؟ هيدا الكوغ، يعني البوق بالعربي. ولشو بيستعملوه؟ لشو بيستعملوه؟ هيدا بالسكوت بيستعملوه بس بدهم يعيطولن على الرسومبلمون، على الغداء، على العشاء او حيلا شي ريونيون. يعني في عشاء هلا وفي دسير، يمي. انت دايما بالك ببطنك، يا اكل يا عشاء يا دسير. ايه بس انا باكد لك انه كل القصر سمعك، والا كان رد ردون لانه هو بده يشيل ويرد على التليفون ويحكي الساعة. بتعرفي اورنيلا انه بالسكوت ما لازم نتاخر، لازم نكون كثير منظمين، اصلا اذا كنا منظمين فينا نروح على السكوت، نروح على المدرسة وندرس، نعمل كل شيء اكتيفيتيز وسبور بنفس الوقت. كثير حلو. دومي ما تتعبي حالك، ما رح يرد. ماني عم زرم تعاليت لردون، انا عم بقول انه خلص الاجتماع. اوكي، طب خلينا ننقي صورة. يلا. جواد سعد، نحن كثير بنحبك. Me this way together, oh yes, we dance on the bay.
اليوم وصل لي مساج كتير حلو من ماريا الخوري. ماريا الخوري كتير بتحب المونغولفير، بعتت لي فيديو رح نشوفها سوا على يوتيوب وبرجع بفسركم شو هي المونغولفير. شوفوا معي. شفتوا هيدا البالون اللي كتير 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 كبير بيدور وبيمشي بواسطة الهواء والنار؟ بلبنان ما في كتير منه، بس بمطارح مثل سويسرا مثل أستراليا منشوف كتير منه، وبيروحوا كل التوريست لهونيك كرمال تقدروا يشوفوا الأرض من بعيد شوي. إذا أنتوا شفتوا ويزرد أوف أز، هيدا الفيلم نزل بالسينما من شي شهرين، بتشوفوا إنه بواسطة المونغولفير قدر يطلع له الحلم اللي بده إياه أز. وانتو اذا بعد ما حضرتوا ويزرد اوف أز احضروا، لانه عن جد فيلم كتير 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 حلو. بدي اقول ميرسي كتير لماريا الخوري اللي بعتتنا هيدا الفيديو، لانه انا كتير بحب المونغولفير وياريت في منها بلبنان، واذا صار في منها بلبنان رح نجيب واحدة كتير كبيرة ونحط عليها ميني ستوديو ونطلعكم كلكم فيها. بعتولي كتير فيديوز، انا كتير بنبسط فيكم وبربحكم هدايا كتيرة. مبروك ربحتوا لعبة تقديمة ابو شبكة. وقت اكبر بدي صير معلمة، وبعد الظهر بدي غني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. جين مراد عمرها 11 سنة، بتحب تحضر كتير موفيز وما بتحب تنام بكير ابدا. رالف الحداد عمره 10 سنين، بحب كتير يلعب تنس وما بيحب ابدا يتقاصص. انا بقول اليوم جين بدها تربح، بس رالف كمان كتير قوي. خلاص رح نبلش نلعب ونشوف مين رح يربح. يلا جين ستارت جيم. ستة آلاف. أحداشر ألف. ثمانين. ستة وعشرين ألف. كمان 80,000. 150. 146. خلص الوقت وجين جمعتي 4220 نقطة. أقول لكم رالف رح يجمع أكثر، منشوف كلنا سوا. ستارت جيم. 70. 170,000. 110,000. 121,000.
181 3 2 1 خلص الوقت. رالف بدقيقة قدر يجمع 4750 نقطة، يعني رالف اللي ربح. مبروك. بس كمان جاي ما رح تفل خسرانة ورح تربح هدية صغيرة من بنك ليبانو فرانسيس، وسوا كلنا رح نشوف هلا شو ربح رالف. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيس هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. احلى عنا احلى عنا. ايه ما عندك شغله ولا عمله الا 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 انا يا حبيبتي. روحي 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 اصحابك. شو بك ما نايمتيني كل الليل؟ يعني ما عم بفهم عليك، شو بدك فيني يا حبيبتي؟ روحي. لايكي اذا بك امشي. شو عم تعمل؟ رح تكسر لي صورتي. شو عم تعمل هون؟ ما انا يا بنتي كل الليل يعني شوفوني. وين هي الصورة؟ لا الصورة تعودت عليها شوفوني بس البرغشة. طب زيح من هون، ترك لي صورتي رح تكسر لي الدنيا. ما بصير هيك، ما بصير. طب شو عم بصير معك؟ خبرني. يا شوفوني برغشة، ما انا يا بنتي كل الليل ساعة من خارج ساعة دايتي ساعة عيوني يعني. طيب ما عندها شغلة إلا تظهر عندي امبارح، يعني ما عم بفهم أنا. طيب خلص غير لي الحديث، لبكتني كل سوا. قلت انا كسرت صورتي 100 شقفه. دخلك وصلت الاغراض؟ بقول لك البرغشه ما نامتني كل الليل شوفوني، بعد هلع وش الضوء عم جرب نام، وبعدها لحقتني بعد ما خلصت سهرتها. طيب هلا صار وقت وصيل الاغراض تردوا. شوفوني ما مش قادر. كيف مش قادر؟ مش قادر عم بقول لك تعبان يا حبيبتي، ماني نايم يا شوفوني ماني نايم. طب ما بيصير، لازم تروح توصل اغراض، الناس ناطرين اغراضهم. طب ما انا كمان تعبان، يعني انه في شيء اسمه بالحياه نهار استثنائي. استثنائي؟ ايه دائما عندك استثنائي انت. شوفوني اول مره. لحظه. رو وقفي. شوفي. روح ايه قطع نفس، قطع نفس. ايه ما تتحركي. ايه شو صاير لها؟ شوفوني دخلكم. ليه عامله هيك حالها؟ حرام. شوفوني بك شيء. شوفوني شو عم بصير معها؟ عم بحكي معك انا. ليش عامله هيك؟ حرام. شوفوني شو بك؟ ليه مصدومه؟ ليه ما بفهم عليك؟ شو بك؟ شو ليه شو بكي؟ شوفوني مش عم بفهم. ليش عامله؟ ردوا. هلا قفل من هون. ايه رح قفل انت والبرغشه تبعيتك. بس منظرك شوفوني. هلا قفل من هون. كنت خدي بركة رجعت اشتي عليك. شو هالردوا هيدا؟ صحيح بتحي. معقولة هالبرغشة لحقته لردون وين ما بيروح؟ بالأحرى هو اللي لحقها كل النهار، مش عم بيقدر يلقطها. يعني شو هالتضييع الوقت يا رادون؟ صحيح انه البرغشه مزعجه، بس ما فينا نضيع كل النهار نركض ورا البرغشه. على كل حال رادون دائما بيسلينا وبيضحكنا، وبحلقه بكره رح يكون عنده كمان مغامرات لإلكم. بس هلا نحن كلنا سوا رح نلتقي لارشيف الام تي في ونغني بليتس ريمبر، غنيه في بقلبها اغاني صغار كلكم بتعرفون، الغنيه اسمها لي شانسون دو نوتر انفونس. ليتس ريمبر، بعدين بنقلكم باي. Je la vois dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escalier.
Mini Studio.